أسعد الله أوقاتكم متابعي قناة درو وأبدع. كيف حالكم أصدقائي؟ في فيديو اليوم إن شاء الله راح نكون برسم شخصية تنتن من أنمي ناروتو شيبوتن. بداية خلينا نقول رمضان كريم وكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله ربي يتقبل منكم كامل الأعمال والصيام والبركات بإذن الله. طبعا بداية راح أكون برسم خط أولي بهذا الشكل. طبعا هاي الشخصية بناء على الطلب انطلبت مني في القناة. وتنتن طبعا شخصية معروفة بحبها للأسلحة وشغفها للأسلحة، فهي سيافة تعرف تستخدم أسلحة النينجا بكل دقة وإتقان. شخصية تنتن شخصية مميزة جدا في الأنمي. بتمنى أنها يعني ما تكون من الشخصيات المظلومة، إلها شعبية بالعكس. فمشان هيك حبيت أني أرسمها مشان نسترجع الذكريات اللي حضرناها إلها لتنتن في أنمي ناروتو شيبودن. طبعا هي الشخصية اللي أنا رح أرسمها هي تنتن من أنمي ناروتو شيبودن، وليست ناروتو هو صغير. يعني ناروتو شيبودن بحب دايما نرسم شخصياته يكونوا هيك يافعين وجميلين، شخصيات يعني بمعنى آخر. أثناء الحديث بخط خفيف قمت برسم العينين بهذا الشكل. هذا الشخصية طبعا بصنفها لفئة المبتدئين، بنصح المبتدئين إنهم يرسموها. بداية بكون برسم العيون بهذا الشكل. عيون الشخصية بتكون يعني مستطيلة، يعني بتعرفوا شخصيات أنمي ناروتو بيكونوا العيون فيها مستطيلة الشكل، ومقلة العين بتكون كمان دائرية الشكل بهذا الشكل. راح أقوم برسم البؤبؤ بهاي الطريقة زي ما انتم شايفين، وبعد ذلك برسم الجفن بهذا الشكل. طبعا أنا متذكرة إنه تنتن هي من يعني فرقتها، فرقة تنتن هي اللي بيكون متكونة من نيجي وبروكلي على ما أعتقد، روكلي أو لي اسمه لي. إذا بتلاحظوا تنتن على ما أعتقد هي الفتاة الوحيدة اللي بتضع يعني من ضمن فرقة أنمي ناروتو، اللي هي بمعنى آخر اللي هي من بلدة النار أو بلدة اللي هم، يعني هي الشخصية الوحيدة اللي بتضع الشعار النينجا على جبهتها كفتاة، يعني كفتاة الفتية دائما على جبينها، ولكن هي كأول فتاة أراها بتضع الشريطة على جبهتها. بغض النظر عن ساكرا بتلبسها مثل الطوق، أو هيناتا بتلبسها مثل العقد على ركبتها، أو إينو بتربطها على خصرتها. إينو اللي هي إينو طبعا كل بيعرف هذيك الفتاة الشقراء. بيسعدني أني أرسمها في القناة كمان، هي شخصية كمان تصنف من للمبتدئين بالرسم، سهل كثير. طبعا أثناء الحديث قمت برسم مستطيل أعلى الرأس، ركزوا مستطيل أعلى الرأس. بعدين عملت مستطيل في داخله، هذا المستطيل اللي هو راح أضع في داخله شعار النينجا. طبعا أنا بمسح بعض الأشياء لأني أنا بدي أرسم بشكل دقيق، فمشان هيك أحيانا بمسح مثلا طرف خط طلع. أو هسه أنا برسم شعار النينجا، ركزوا على شعار النينجا كيف بيجي معاي، سهل جدا. كنت في البداية أستصعبه لكن مع الوقت صار سهل. بعمل خطوط الرقبة، وبعدين بكون برسم خصل الشعر بهذا الشكل، في خصلتين جايات فوق الشعار تقريبا أو أسفل الشريطة اللي لبستها. اتجاه الثاني نفس الشيء، كمان بعمل بهود الخط بهذا الشكل، برفع الخطوط بهاي الطريقة. طبعا هاي الكتلة هي كتلة شعرها، الكدلة أو الغرة. بيسعدني أنكم تشاركوني شو معنى هاي الخصل الأمامية، شو بتقولها بلهجتكم. إحنا بنحكي لها غرة، في البعض بيحكي لي قولي عنها كدلة، في البعض بيقول عنها كدلة، عندنا كمان في يعني بعض اللهجات بيقول عنها كدلة. راح أقوم برسم الأذنين بهذا الشكل. هسه هانا بدي أقوم برسم اللي هو علو الرأس، علو الرأس، برفع علو الرأس بهذا الشكل للأعلى بشكل دائري. أعتذر ما بين كثير
من الأعلى متأسفة. المهم دائرة دائرة بهذا الشكل. هسا هنا ظهرت الصورة بالكامل. بكون برسم اللي هن رابطة كعكتين، احنا بنحكي لها كعكة، هاي بعرفش انت شو بتحكيوا لها في لغتكم. تمام. تنتن يعني مشهورة بهاي التسريحة، معروفة بهذا التسريحة. هسا رح اكون هنا برسم الكبة. بالعراقي وصلني انهم بيحكوا لها بالفعل كبة مثلنا. الكبة بتكون عالية مغطي نص الرقبة، مسحت جزء من الرقبة مشان اكون بعلو الكبة بهذا الشكل. لبستها جدا سهلة ومبسطة. طبعا هي طالما انها حاملة سلاح، حاملة اسلحة، تختم بالاسلحة، فمشان هيك بدها اكون برسم سلاح ماسكته في ايدها. راح اكون برسم الاصابع، بعد 1 2 3 خطوط، وبعدين بسكر الخطوط بهذا الشكل زي ما انتو شايفين. طبعا انا نكلت، هي الصورة الاصلية اللي انا بنكل عنها الصورة، هي مش نفس صورة اينو، هنا مش يعني نفس الصورة اللي انا برسم فيها، بس المهم بدي انكل السلاح، لان الصورة اللي انا بنكل عنها مش حامل سلاح في ايدها، بس انا حبيت اللي اخليها تحمل سلاح في ايدها، لان هي معروفة في حمل الاسلحة. هسا هنا لاحظوا اللي تخربطت شوية في مسكة هاي، بدي امسحها، قلت لكم انه مش من هذه الزاوية. ليش؟ لانه اليد اللي انا رسمتها زاويتها بتختلف عن اليد الموجودة في الصورة الثانية لتنتن، عفوا تنتن مش اينو، كده كل اينو. طيب هذا سلاح النينجا اللي هي مسكته، سلاح النينجا المعروف المشهور. طبعا هنا بدي اصحح شوية لان بدنا نرسم بشكل دقيق أكثر. بمسح الخطوط الزايدة. وبعدين بكمل رسم اليد. طبعا هي لابسة قفازات، ما بتستخدم ايديها حاف، لابسة قفازات. بتعرفوا الأسلحة الحديد بتحتاج لقفازات حماية. طبعا هو بشكل عام جميع يعني شخصيات هذا الانمي بيلبسوا قفازات في ايديهم، النينجا هيك بيلبسوا قفازات في ايديهم مشان الاسلحة ما يأثرن على الجلد، هيك على ما اعتقد، هذه من عندي يعني المعلومة انا جبتها. تمام. هسا هنا قمت بس بعمل الذراع للاسفل. هسا هنا بمد الكتف. هسا هان ملاحظة، هاي هذا الاشي اللي انا برسم فيه رح امحاه يعني لقدام، زي بتكون حامل شنطة، بس بدي امحى الشنطة، بديش ارسمها حامل الشنطة مع الوقت يعني، بدي اخليها هي مبين يعني ظاهرة لبستها كاملة. هسا هذا الخط انا بدي اياه، هذا الخطين اللي بعمل المايلات انا بدي اياهن على ملابسها زي ما انتو شايفين بهذا الشكل. هسا برسم الكتف، برسم الكتف الثاني وخلص، هيك بتخلص معي الرسمة. شايفين ما أسهلها؟ سهل كثير، سهل جدا يعني، بدهاش هالمجهود، وكمان تحبيرها أو تلوينها أو تضليل رح يكون سهل. شفتوا هيني مسحتها، بديش إياها، خلص خليتها هيك، من العلم إنها بالصورة الأصلية بتكون موجودة إنها لابسة، بس كرسمة خليتها بهذا الشكل. وكرسمة الإشي اللي أنا جددته بالرسمة اللي هو حمل السلاح بإيدها وإزالة، يعني بقدر أتحكم كمان في الصورة، هيك أعمل حذف وأعمل إضافة وهكذا زي الكمبيوتر بالضبط. تمام، هيك الصورة جهزت معاي على الآخر. هسا أنا آخر خصلتين زي ما أنتوا شايفين على خلف الرقبة بعملهن من خصل شعرها، وهيك بتكمل معاي الصورة. وهسا بنتقل لمرحلة التخطيط شوي شوي بقلم قلم 08، بقوم بتخطيط كافة الصورة. قلم 08 هو أخمل أنواع الأقلام الرفيعة. ليش أخملهن وليش أكثفهن؟ لأنه الوجه اللي أنا رسمته على ورقة A3 حجم كبير، مشان هيك لازم أستخدم قلم تخطيط من أخمل الخطوط،
هو صح رفيع لكن أخمل الخطوط الرفيعة، بخططها شوي شوي، ما بنسرع، شوي شوي، بس أنا سرعت الفيديو نظرا للوقت. زي ما انتوا شايفين برسم سلاح، بخطط الأصابع، بخليش منها ولا إشي. وهي تنتن ظهرت معنا بالصورة، وبيسعدني إني عن جد كثير 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 مبسوطة إني رسمتها في القناة، لأنها أول شخصية بترتسم عندي بالقناة، ولا أسهل يعني، شخصية ناعمة جدا تتميز في أزياء عديدة، بس أنا رسمت لها أزياء خفيفة يعني، اللي هي الأزياء اللي أغلبها راح يكون اللي لابسه أبيض يعني. راح ألون هسا أجزاء من الصورة بشكل خفيف، مش راح تتلون الصورة بشكل كامل، نصها رصاص ونصها تلوين. العيون راح يتلونوا باللون البني، لون عيون تنتن هو اللون البني، راح استخدم اللون البني الشوكولا المحمر وليس البني المحروق أو الغامق. أنا شديت على إيدي حامي، بدي عيونها يكون بنيات بنيات بشكل كثيف، اللي هو البني الأفتح من البني المحروق الغامق، البني الكهوة. بني الكهوة بستخدمه لمناطق مظللة للعيون زي ما انتو شايفين. شوي شوي بكون شايفين كيف بلون شوي شوي بحذر يعني، تستهينوش كمان شوي رح أسرع الفيديو، بس بفرجيكم كديش أنا إيدي كثير 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 بطيئة بالتلوين، لأن الصورة بتعرفوا بدي أعمل بقدر المستطاع لتطلع معي الصورة كثير مميزة وكثير واضحة وحلوة كمان اللي تنتشر للقناة أكيد. هسا قمت باستخدام البني المحروق، قليلا من العسل اللي حطيت فوق العينين. هسا هنا بستخدم اللي هو لماع العينين، اللي هو قلم التلميع الأبيض. هسا هنا قلم الرصاص بعمل تظليل على بياض العين، بستخدم اللون الماركر الغامق، اللي هو الماركر اللي زي ما تشايفينه اللي في الفيديو، بكون بتلوين في نفس القلم بلون القفاز وبلون اللي هي مسكة الجبين، مسكة الرأس هذه اللي فيها شعر النينجا، بلون كافة الإيد. أحيانا بكون متخوف إنه اللون يكون خالص، بس الحمد لله اللون فيه منيح كثيف، نسبة المنسوب الماء فيه عالي. وإن شاء الله رح أجدد عن قريب، رح أوصي من برا كمان ألوان زيادة. تمام، هسا هنا بكون بتلوين الفأس اللي كمان تقريب بنفس بلون درجة ثانية، مش نفس الدرجة، بلون درجة ثانية، بعمله مع التلميع وظبطته وظبطت الوضع على الآخر فيه منيح. هسا بلون هنا شعار النينجا في قلم الرصاص، وكمان الوجه بالرصاص زي ما تشايفيش، اشي خفيف بحط على الوجه، مش كل الوجه، اشي خفيف على الانف وعلى الرقبة، الوجه بتركه ابيض يعني، ظللت اشي خفيف منه مش اشي ثقيل زي ما انتو شايفين. وبعدين بستخدم الرصاص على كافة الشعر، بغمق اجزاء منه، ايد ابن صغير بينت طبعا، احيانا بغدا مجبورة احطه في حضني بغدا يزعج فيي، بس بدنا نخلص الفيديو. شايفين كله هذا في داكم، مش مشكلة بداكم، انتو كمان من اسرتنا، اهلا وسهلا فيكم في جميع المشتركين اللي شرفوني ونوروني. تمام، قمت هيك بتظليل خفيف للشعر. الشعر طبعا للي بده يلون الشعر بيكون لونه بني، شعر بني، شعرها بني غامق، فاختصرته بقلم الرصاص لسرعة الفيديو يعني. بدي الفيديو انا يعني لو بدي الونه راح يستغرق معي كثير وقت، بس اهم شيء ارسمه بالرصاص والتخطيط اهم شيء، والتلوين انتو لونوا زي ما بدكم، افتحوا على جوجل على تنتن وشوفوا الوانها وبتقدروا تلونوها من خلال، لانه احنا طبعا الواننا بتختلف عن بعض، في البعض بيستخدم الوان رخيصة وفي البعض بيستخدم الوان غالية، بس اهم شيء عنا الموهبة. زي ما انتو شايفين هيك الصورة جهزت معايا هذا الشكل. هنا بحط تظليل خفيف، طبعا لبستها بيضة الحمد لله، مش فيش فيها اشي غامق، فمشان هيك الشيء رح يكون يعني مخفف. بقلم التلميع لمعت القفازات هاي الطريقة، واخر شيء بضل علي هو التخطيط الخارجي للصورة مشان نبرز معالمها ازيد. في قلم الميديو بكون بالتخطيط بهذا الشكل فقط بالأجزاء الخارجية فقط،
بخطط من ال... بخطط القفاز، بخطط ال... مشان كله يبرز معانا ويبين معانا بشكل مرتب. أهم شيء برجع كلكم رسموا بالخطوات، بالخطوات الرصاص والتخطيط أهم من التلوين كله. ليش؟ مشان تتعلموا. طبعا هنا قمت بتلميع اللي هي المسكة لأنها بتكون قطعة حديدة محطوطة عليها اللي هي بتلتبس على الجبين، وهيك طبعا خلصت الرسمة. بتمنى أنه تنال إعجابكم، وهي رسمنا لكم تنتن بناء على الطلب، وأنا كثير كثير انبسطت في رسمها، ورح أنبسط أكثر إذا شفتكم راسمينها بنفس الخطوات ومن قناتي أكيد. أهلا وسهلا بجميع الزوار الجدد، شرفتوني ونورتوني. بتمنى أني أستمر دائما في القناة لأقدم لكم كل ما هو جديد، وبحاول على قدر المستطاع أني أنفذ جميع طلباتكم. ما تنسوا الإعجاب والاشتراك في قناة درو وأبدع، والضغط على زر الجرس ليأتيكم كل ما هو جديد. وعسى أن نلتقي في فيديوهات أخرى أصدقاء. صحيح، توقيعي الفني، ما تنسوا توقيعكم الفني أهم شيء. وعسى أن نلتقي في فيديوهات أخرى أصدقائي، وسلام.